زادوا في الوراق. التعادل واحد لواحد. الوداد غير ربح في الديربي هو الرجاء، ديما رجاء ورابحين بواحد زيرو وصحة. والوداد كتاكيت دري الصغار ما كاينه الطقطوقه وحرك لي وضرب سلطه الودادي. الرجاء ديما خضره، ما كاينه الرجاء في البلاد هي اللي هز البلاد بينه وبينك. والماتش غادي نقول لك غادي يخرج بواحد على الاقل جوج لواحد باش تعطي واحد خويا. ما كاينه الوداد ديما وداد، اولمبيك اسافي وداد خويا. شوف ادور الكاميرا اللي عندي انا. العربون الوداد ما كاينش بسطي الوداد. هضر معاك ديما ما كاين الاحمر اخويا، الاحمر هو اللي كاين. سعيد فريق الوداد البيضاوي باش ينتصر على فريق الرجاء ديما خضره. شوف وغادي نمشيو لكوب دي موند بواحد لافونتاج ديال واحد لونتوزيازم. خصنا نضربوا الوداد باش نمشيو ديما لكوب دي موند باش نجيبوا الكوب دي موند. ديما راجع واحد الزيرو. اسمعني واحد الزيرو واللي غادي ماركي هو متولي. المهم الرباح الخضراء ان شاء الله. بالنسبه للتيكي راه هذا هو الثمن ديالها باش بالزبال ما يدخلش. الوداد ان شاء الله الرحمن الرحيم. صباح الوداد. علاش؟ الوداد راه بون ايكيب ودراري شبان، ماشي هما هذوك راه عياو اللي في الرجاء، راه عياو ما بقاش فيهم ما. الرجاء فرقة كبيرة وعندها لعابة كبار. النتيجة ما يمكنش نتوقعوا النتيجة. ما يمكنش تتوقع بالنتيجة ديال الديربي. مقابلة الدوس في كامل جاهزية والفوز إن شاء الله الفريق الرجاء البيضاوي بلونديكاب 2-0 إن شاء الله. الوداد أخويا 3-0. الوداد البيضاوي 3-0. حيت نهار الأخر الفاخر. طيب ما عرفت بحال الوقيت. الماتش ديال الديربي أنا بان لي ديال الوداد إن شاء الله. انتصار الوداد وديما حمراء. إن الرجاء البيضاوي هو اللي غادي يربح. جمهور كبير كيواصل مع جميع المقابلات على الروتور.